واحنا كنا بنعمل ايه قبل كاس العالم؟ هل في حياه بعد كاس العالم ما يخلص؟ اللي مقيم في القهوه وسايب البيت هيرجع البيت خلاص. لا روح خلي ميسي يغديك بقى يا عسل. واللي مخرجش صاحبته من الافتتاح اسكت، مش انت بقيت الاكس؟ اه والله. وانا بفكر في كل ده مع بعضه عملت دراسه على السريع في الاوضه هنا بتقول ان مصر تقدر تنظم كاس العالم عادي وتنظمه اروش كمان. اقول لك ليه. كاس العالم ده عباره عن ايه اصلا؟ شويه كهارب وشويه مزيكا، واحنا بنعرف نعمل الاثنين. عارف كام مطرب مصري موجود في احتفالات كاس العالم؟ عمرو دياب واحمد سعد وحسن شاكوش وويجز غنى في ختام كاس العالم نفسه، بس نسي ياخد تصريح من مصطفى كامل. كده برضو يا جوزه الى الاستاذ مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، كل سنه 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 وانت طيب يا غالي، يلي دايما في عقلي ودايما في بالي، تحيه طيبه وبعد. ما تعملش حاجه لويجز ليه؟ عشان خاطري. اما بقى بالنسبه للكهارب، معقول لحياتي تنسى اجدادك؟ نقل المومياوات، احنا نقلنا 22 ملك وملكه من المتحف المصري في التحرير لاكتوبر، مشوار اقسم بالله. عدينا على مسله رمسيس الثاني وقلنا باي، وميدان سيمون بوليفار في جاردن سيتي، وده راجل مش ست، قائد عسكري كمان. ادينا له التحيه العسكريه ومشينا. عدينا على كورنيش النيل ووصلنا للقصر العيني. اكيد جدتكم اوزوريس فخوره بيكم دلوقتي يا دكاتره. واللي مش عارف مين اوزوريس، فهي اخت ايزيس اللي اخترعت الدواء لالام الراس والثدي، وتعتبر اشهر الهه الطب. حيينا الجيش الابيض ومشينا لحد سور مجرى العيون، وبعد مقياس النيل في الروضه لحد ما وصلنا الفسطاط، ثم اخيرا الى المتحف القومي للحضاره المصريه، المقر النهائي لاجدادنا. الحمد لله على السلامه وقدر ولطف. ما خدتش بالك اني قلت لك اكتوبر وهي في الفسطاط؟ انت مش متعود تركز في التفاصيل. عارف ده كله كام كيلومتر مشيته عربيات المومياوات؟ عارف فضينا كام ميدان وكام شارع؟ بالمناسبه العربيات دي اتصممت على ايد عمال مصريين، ما استوردناش مسمار من بره، يعني مش هنجيب حد من قرة القرة علشان يقول لنا مترو this way. فاكر بقى الكهارب اللي اتلعبت وشطارة فشخ على طول الطريق ده كانت عاملة ازاي؟ عارف بقى ان كل الولاد والبنات اللي كانوا في الاستعراض كلهم مصريين؟ يعني ميزانية قطر لكاس العالم كانت هتقل النص لو مصر اللي عملته، غير المزيكا والكهارب. في 2019 احنا طورنا استاد القاهرة في 3 شهور لما خدنا تنظيم بطولة افريقيا على فجأة كده، لما الكاميرون ما قدرتش تعملها، ومصر اتأهلت لكاس العالم مرتين، مرة لما كابتن مجدي عبد الغني شاطها كده اهو، ومرة تانية لما محمد صلاح دخلها مرتين. شفت اهو، مزيكا تلاقي، كهرب تلاقي، كوره تلاقي، مشجعين هتلاقي. احنا فرعنا، احنا شطار فشخ. اضرب مشوار كده لحد اخر شارع الهرم هتلاقي 3 اهرامات كده محدش عارف هما اتعملوا ازاي لحد دلوقتي. طب والله دي فكره حلوه، انا ممكن ارشح لك افلام وثائقيه عن الاهرامات علشان لو بتسال هو احنا كنا بنعمل ايه قبل كاس العالم.